بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، هل الصوت واضح؟ أرجو كتابة كلمة واضح. هل الشرائح ظاهرة؟ أرجو كتابة كلمة ظاهرة. إذا كانت الشرائح ظاهرة، نعم. إذن سوف أقوم الآن بإغلاق المحادثة، وسوف أتيح المجال للأسئلة في نهاية اللقاء الحي إن شاء الله تعالى. سوف نقوم في هذا اللقاء الحي بحل التكليفات الذاتية التي وضعتها سابقا في منتدى المقرر. هذه هي حل وأجوبة التكليفات الذاتية التي وضعتها في منتدى المقرر في وقت سابق. نبدأ بالتكليف الأول. التكليف الأول: احسب قيمة مرونة الطلب السعرية إذا انخفض سعر السلعة من 50 ريال إلى 40 ريال. معناه السعر الذي يذكر أولا هو السعر الأول، والسعر الذي يذكر ثانيا هو السعر الثاني. معناه 50 هي B1 والأربعين ريال هي B2، وزادت الكمية من 300 طن إلى 400 طن. معناه 300 هي الكمية الأولى والأربعمية هي الكمية الثانية. نطبق قانون مرونة الطلب. ما هو قانون مرونة الطلب؟ EB يساوي دلتا كيو على دلتا بي ضرب B1 على Q1. طب دلتا كيو شو معنى دلتا كيو؟ يعني Q2 ناقص Q1 على B2 ناقص B1 ضرب B1 على Q1. يلا نعوض في القانون. Q2 400، هيها Q2 400 ناقص Q1 300 تقسيم P2 40 ناقص P1 50 ضرب P1 50 على Q1 300، بطلع الجواب سالب 1.7. إذا عملية تعويض مباشر في القانون. كمان مرة، عندنا 50 ريال هي B1 والأربعين ريال هي B2، 300 طن هي Q1 والأربعمية طن هي Q2. نعوض في القانون. Q2 ناقص Q1 على B2 ناقص B1 ضرب B1 على Q1. 400 ناقص 300 تقسيم 40 ناقص 50 ضرب 50 على 300، بطلع الجواب سالب 1.7. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن دائما مرونة الطلب السعرية إشارتها سالب. دائما، هذه قاعدة، دائما مرونة الطلب السعرية، دائما مرونة الطلب السعرية تكون إشارتها سالبة. لماذا تكون إشارتها سالبة؟ لوجود علاقة عكسية بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة حسب قانون الطلب اللي أخذناه بالسابق. إذا دائما مرونة الطلب السعرية إشارتها سالبة لوجود علاقة عكسية بين الكمية المطلوبة من السلعة وثمن السلعة نفسها. ننتقل الآن إلى تكليف رقم 2. تكليف رقم 2: احسب قيمة مرونة العرض السعرية. هنا يطلب مرونة العرض وليس الطلب. في التكليف الأول طلب مرونة الطلب، بالتكليف الثاني المطلوب حساب قيمة مرونة العرض السعرية. إذا ارتفع سعر السلعة من 80 إلى 90 ريال، معناه 80 ريال هي السعر الأول B1 والتسعين ريال هي السعر الثاني B2، وزادت الكمية من 600 طن إلى 800 طن. معناه 600 طن هي Q1 الكمية الأولى، وال 800 طن هي Q2 الكمية الثانية. نعوض في القانون. ES تساوي دلتا Q على دلتا P ضرب P1 على Q1، وتساوي Q2 ناقص Q1 على B2 ناقص B1 ضرب B1 على Q. إذا 800 اللي هي Q2
800 هي 800 اللي هي كيو 2 ناقص 600 اللي هي كيو 1 تقسيم 90 اللي هي بي 2 ناقص 80 اللي هي بي 1 ضرب بي 1 بي 1 80 على كيو 1 600 بطلع الجواب 2.7. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن مرونة العرض إشارتها موجبة. إذا دائما مرونة العرض إشارتها موجبة لوجود علاقة طردية بين الكمية المعروضة من السلعة وثمن السلعة. إذا كيف نميز بين مرونة الطلب السعرية ومرونة العرض السعرية؟ دائما مرونة الطلب السعرية إشارتها سالبة. دائما مرونة الطلب السعرية إشارتها سالبة. بينما مرونة العرض السعرية دائما إشارتها موجبة. ننتقل الآن إلى تكليف رقم 3. إذا كانت دالتي الطلب والعرض كما يلي: QD تساوي 40 ناقص 3B وQS تساوي 5 زائد 2B. كيف عرفنا أنه هذه دالة الطلب؟ كيف عرفنا أنه المعادلة الأولى هي دالة الطلب؟ لأن الرقم اللي موجود مع حرف البي إشارته سالبة. الرقم الذي مع حرف البي اللي هو 3 إشارته سالبة. عندما تكون إشارته سالبة معناه دالة الطلب. إذا دائما دالة الطلب كيف أميز دالة الطلب عن دالة العرض؟ دائما دالة الطلب الرقم اللي مع حرف البي إشارته سالبة، يعني الميل بنسميه الميل، الميل سالب. بينما دالة العرض الرقم اللي مع حرف البي بتكون إشارته موجبة، يعني الميل موجب. إذا كان الرقم اللي مع حرف البي إشارته موجبة دالة عرض، وإذا كان الرقم اللي مع حرف البي إشارته سالبة معناه دالة طلب. واضح؟ إذا كان الميل سالب، شو يعني الميل سالب؟ الميل سالب يعني إذا كان الرقم اللي مع حرف البي سالب معناه دالة طلب سعرية، وإذا كان الرقم اللي مع حرف البي موجب ما هذا يعني أنه الميل موجب فهو دالة عرض. إذا دالة العرض بيكون الرقم اللي مع حرف البي موجب، بينما دالة الطلب بيكون الحرف اللي الرقم اللي مع حرف البي إشارته سالب. طب ليش دالة الطلب الميل سالب؟ لأنه علاقة عكسية بين الكمية المطلوبة والسعر. ليش دالة العرض الإشارة موجب؟ لأنه هناك علاقة طردية بين الكمية المعروضة والسعر. إذا عرفنا كيف بنميز بين دالة الطلب ودالة العرض. دالة العرض موجب، الميل موجب، بينما دالة الطلب الميل سالب. ما بهمني الرقم اللي لوحده، إشارة الرقم اللي لوحده، يعني قد تكون إشارة الرقم اللي لوحده سالب أو موجب، ما بتهمني. مين اللي بتهمني؟ تهمني إشارة الرقم اللي مع حرف البي. طيب الآن ما هو المطلوب؟ أوجد كل من ثمن التوازن وكمية التوازن جبريا. هذا ألف، المطلوب ألف، أوجد ثمن التوازن وكمية التوازن جبريا. المطلوب الثاني باء، أكمل الفراغات في الجدول الموجود في الأدنى. نبدأ بحل الفرع ألف. كيف نوجد ثمن التوازن وكمية التوازن؟ عن طريق توازن السوق. ماذا توازن السوق يعني؟ يعني الكمية المعروضة تساوي الكمية المطلوبة، هذا معنى توازن السوق. ماذا يعني توازن السوق؟ الكمية المعروضة QS تساوي الكمية المطلوبة QD، يعني المعادلتين اللي موجودات بعض، نساوي المعادلتين مع بعض، يعني نساوي معادلة QS مع معادلة QB. QS هي عبارة عن 5 زائد 2B، صح؟ هيا QS 5 زائد 2B وQD 40 ناقص 3B، نساوي المعادلتين مع بعض، نساوي المعادلتين مع بعض حسب QS تساوي QD، صح؟ QS تساوي QD. كم QS؟ 5 زائد 2B، نساويها مع QD اللي 40 ناقص 3B. إذا QS 5 زائد 2B تساوي QD اللي هي 40 ناقص 3B. يعني باختصار المعادلتين نساويهم مع بعض. الآن بعد ما نساويهم مع بعض نرتب المعادلة. كيف نرتب المعادلة؟
نضع الأرقام اللي موجودة لوحدها بجهة والأرقام اللي موجودة. عندما ننقل إلى الجهة المقابلة نغير الإشارة، يعني إذا كانت الإشارة سالب تصبح موجب عندما ننقلها إلى الجهة الأخرى، وإذا كانت موجب إذا نقلناها للجهة الأخرى تصبح سالب. إذا الآن الخمسة ننقلها عند الأربعين إلى اليسار، الخمسة ننقلها إلى الأربعين عند إلى اليسار، معناها بتصير سالب خمسة، إذا بتصير أربعين ناقص خمسة. إذا ننقل الخمسة إلى عند الأربعين، ننقل رقم خمسة إلى عند الأربعين بصير سالب خمسة، معناها أربعين سالب خمسة. طيب السالب ثلاثة بي، السالب ثلاثة بي ننقلها إلى اليمين عند اثنين بي، السالب ثلاثة بي ننقلها إلى اليمين عند اثنين بي فتصبح زائد ثلاثة بي، يعني اثنين بي زائد ثلاثة بي. الآن أربعين ناقص خمسة خمسة وثلاثين، أربعين ناقص خمسة خمسة وثلاثين، اثنين بي زائد ثلاثة بي بطلع خمسة بي. كيف نوجد البي؟ نقسم على معامل بي، يعني نقسم الطرفين على معامل بي. إذا نقسم هنا على خمسة وهنا على خمسة، خمسة مع خمسة بتروح، معناها خمسة وثلاثين على خمسة بطلع الجواب سبعة. إذا ما هو ثمن التوازن؟ سبعة. كيف أوجدنا ثمن التوازن؟ نقسم على معامل بي، كم معامل بي عندنا؟ خمسة. إذا نقسم طرفي المعادلة على خمسة، فمعناها خمسة وثلاثين على خمسة بطلع الجواب سبعة. إذا ثمن التوازن سبعة. الآن لإيجاد كمية التوازن، حتى أوجد كمية التوازن Q نعوض ثمن التوازن اللي أوجدناه اللي هو بي تساوي سبعة، نعوض هذا البي تساوي سبعة في إحدى المعادلتين الموجودة في الأعلى. كمان مرة، حتى نوجد كمية التوازن نعوض ثمن التوازن اللي أوجدناه اللي هو سبعة، نعوضه في إما في معادلة الطلب أو في معادلة العرض. خلينا نجرب نعوضه في معادلة الطلب. 40 ناقص 3 في 7، 40 ناقص 3 في 7 بطلع الكمية 19. طب لو عوضنا في المعادلة العرض بطلع نفس الجواب، 5 زائد 2 في 7 بطلع الجواب 19. إذا ما هي كمية التوازن؟ 19. إذا ثمن التوازن 7. ما هو الجواب؟ ما هو جواب السؤال ألف؟ ثمن التوازن 7 وكمية التوازن 19. ننتقل الآن إلى المطلوب رقم باء. أكمل الفراغات في الجدول. الفراغات هي العمود رقم 2 والعمود رقم 3. كيف نكمل الفراغات في العمود رقم 2؟ العمود رقم 2 هو الكمية المطلوبة اللي هو QD. العمود رقم 2 هو الكمية المطلوبة QD، يعني المعادلة الأولى. نعوض هذه الأسعار، الأسعار اللي موجودة في العمود الأول، نعوضها في معادلة الطلب، فبنطلع العمود رقم 2. خلينا نجرب. السعر رقم هنا السطر الأول، السعر كم السعر؟ 2. نعوض السعر في المعادلة، معادلة QD. QD تساوي 40 ناقص 3 في 2 بطلع الجواب 34. طيب كيف نوجد الرقم 31؟ نعوض السعر 3 في معادلة الطلب، يعني نضع بدال البي هنا، بدال البي هنا بنضع هذا الرقم 3. إذا 40 ناقص 3 في 3 بيطلع الجواب 31. عملية تعويض مباشر في المعادلة. ننتقل إلى الرقم 19. الرقم 19 كم السعر عندنا هنا؟ 7. نعوض السعر 7 هنا، 40 ناقص 3 في 7 بيطلع الجواب 19. ننتقل إلى 13. كيف أوجدنا الرقم 13؟ نعوض السعر 9، هذا السعر 9 نعوضه هنا في المعادلة QD، 40 ناقص 3 في 9 بيطلع الجواب 13. ننتقل إلى الرقم 4. كيف أوجدنا الرقم 4؟ نعوض السعر 12 في المعادلة الأولى، 40 ناقص 3 ضرب 12
بيطلع الجواب 4. لما أقول كلمة في يعني في يعني ضرب، كلمة في يعني ضرب. ننتقل إلى الرقم 1، كيف أوجدنا الكمية 1؟ نعوض السعر 13 في المعادلة الطلب ب اللي هي 40 ناقص 3 ضرب 1 ضرب 13 اللي هو السعر 13. نعوض السعر 13 في المعادلة الطلب، 40 ناقص 3 ضرب 13 بيطلع الجواب 1. ننتقل إلى العمود الثالث، كيف نوجد؟ العمود الثالث هو QS، الكمية المعروضة. إذا نعوض في معادلة QS لأنها هي العمود الثالث يمثل الكمية المعروضة QS، معناها نعوض في مين؟ نعوض في المعادلة الثانية QS. نعوض مين؟ نعوض الأسعار هذه. إذا كيف وجدنا الرقم 9؟ نعوض السعر 2 في معادلة QS، 5 زائد 2 في 5 زائد 2 ضرب 2 بيطلع الجواب 9. كيف وجدنا الرقم 11؟ نعوض السعر 3 في معادلة QS، 5 زائد 2 في 3 بيطلع الجواب 11. كيف وجدنا الرقم 19؟ نعوض السعر 7 في معادلة العرض، QS تساوي 5 زائد 2 في 7 بيطلع الجواب 19. كيف وجدنا الرقم 23؟ نعوض السعر 9 في معادلة العرض، 5 زائد 2 في 9، 2 ضرب 9 يعني 2 ضرب 9 18 زائد 5 بيطلع الجواب 23. كيف وجدنا الرقم 29؟ نعوض السعر 12 في معادلة العرض، 5 زائد 2 ضرب 12، 2 ضرب 12 24 زائد 5 بطلع الجواب 29. كيف وجدنا الرقم 31؟ نعوض السعر 13 في معادلة العرض، 5 زائد 2 ضرب 13، 2 ضرب 13 26 زائد 5 31. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 4. التكليف رقم 4 المطلوب ألف، الجدول التالي يمثل جدول طلب أم جدول عرض ولماذا؟ المطلوب رقم 2 اكتب أو اشتق الدالة أو المعادلة الممثلة لبيانات الجدول. أول الإشي، هذا الجدول جدول طلب ولا جدول عرض؟ كيف بدنا نقرر؟ إذا كانت العلاقة طردية بين الثمن والكمية بيكون جدول عرض، وإذا كانت العلاقة عكسية بيكون جدول طلب. انتبهوا، نبدأ بالسطر الأول اللي هو الثمن. شو بنلاحظ الثمن؟ 0 1 2 3 4 5. إذا الثمن يزيد، صح؟ الثمن يزيد. نأتي إلى السطر الثاني اللي هو الكمية. الكمية شو بنلاحظ؟ 2 5 8 11 14 17. الكمية تزيد، إذا الثمن يزيد والكمية تزيد، معناه علاقة طردية. لما تكون العلاقة طردية بنسميه جدول عرض. إذا كمان مرة ننظر إلى السطر الأول اللي هو الثمن ب، نلاحظ أن الثمن يزيد، نلاحظ أن الثمن يزيد. ثم ننظر إلى السطر الثاني الكمية، نلاحظ أن الكمية تزيد، معناه الثمن يزيد والكمية تزيد، معناه علاقة طردية. لما تكون علاقة طردية بنسميه جدول عرض. عندما تكون العلاقة طردية بين الثمن والكمية بنسميه جدول عرض. إذا الجدول هذا يمثل جدول طلب ولا جدول عرض؟ وجود علاقة طردية بين الكمية والثمن. طيب الآن المطلوب الثاني، اشتق الدالة أو المعادلة الممثلة لبيانات الجدول. كيف بدنا نشتق؟ هذا هي الصيغة العامة للدالة السعرية، هذا هو شكل الدالة السعرية، Q تساوي A زائد BP، هذا قانون أو شكل أو الصيغة الرياضية للدالة السعرية، Q تساوي A زائد BP. ما هو حرف الA؟ ما هو تعريف حرف الA؟ حرف الA هو الكمية عند الثمن صفر. ما هو تعريف الA؟ الA هو عبارة عن الكمية عندما يكون الثمن صفر. نذهب إلى الجدول، هي الثمن صفر صح؟ كم الكمية؟ 2، معناه حرف الA كم حرف الA؟
حرف الـ A 2. حرف الـ A يمثل 2. لماذا؟ لأن الـ A ما هو تعريف حرف الـ A؟ هو الكمية عندما يكون الثمن صفر. إذا هي عندنا الثمن صفر، كم الكمية عند الثمن صفر؟ الكمية عند الثمن صفر 2. معناه حرف الـ A كم حرف الـ A؟ حرف الـ A هو 2. ننتقل الآن إلى حرف الـ B. كيف نجد حرف الـ B؟ حرف الـ B هو الميل. حرف الـ B هو عبارة عن الميل. الميل شو تعريف الميل؟ هو التغير في الكمية على التغير في أي كميتين متتاليتين وأي سعرين متتاليين. نطرح الكميتين من بعض ونطرح السعرين فبطلع عندنا الميل. خلينا نأخذ مثال. لو أخذنا الكمية 8 والكمية 11، الكمية 8 والكمية 11، معناها 8 هي Q1 الكمية الأولى، و11 هي الكمية الثانية. نطرحهم من بعض، 11 ناقص 8 بيطلع الجواب 3. وتقسيم أسعارهم، الفرق بأسعارهم 3 ناقص 2 1. إذا 3 تقسيم 1 بيطلع الجواب 3. إذا حرف البي كم؟ 3. إذا كيف عملنا حتى نوجد حرف البي؟ نأخذ أي كميتين متتاليتين، مثلا الكمية 8 و11، بنقول 8 ناقص 11 تقسيم 3 ناقص 2 بيطلع الجواب 3. مو شرط أخذ الكمية 8 و11، ممكن أخذ الكمية مثلا 5 و8، بقول 8 ناقص 5 تقسيم 2 ناقص 1 بيطلع الجواب 3. ممكن أخذ الكمية 11 و14، بقول 14 ناقص 11 تقسيم 4 ناقص 3 بيطلع الجواب 3. ممكن أخذ الكمية 14 و17، 17 ناقص 14 تقسيم 5 ناقص 4 بيطلع الجواب 3. بس لازم أخذ كميتين متتابعتين أو متتاليتين. إذا حرف البي كم طلع؟ 3. وحرف الأ 2. بدال حرف البي بضع، بدال حرف الأ بضع 2، وبدال حرف البي بضع 3. هذه هي دالة العرض. إذا بدال حرف الأ قديش أوجدت حرف الأ؟ حرف الأ هو 2 اللي هو الكمية عند الثمن 0 2. إذا بدال حرف الأ بضع 2 وأوجدت البي، البي كم طلع لما أوجدت الميل؟ 3. بدال حرف البي بضع 3، بكون هيك اشتقيت المعادلة. ننتقل إلى التكليف رقم 5. الجدول التالي يمثل جدول طلب أم جدول عرض ولماذا؟ وما هي الدالة التي تمثل البيانات الواردة في الجدول التالي؟ ننظر إلى السطر الأول اللي هو الثمن. لاحظوا إنه الثمن 0 10 20 30 40 50. إذا الثمن يزيد، صح؟ الثمن يزيد. ننتقل إلى الكمية، إلى السطر الثاني. الكمية 40 35 30 25 20 15. إذا نلاحظ أن الكمية تقل، صح؟ إذا الثمن يزيد والكمية تقل، معناه علاقة عكسية. الثمن يزيد، لاحظوا الثمن هي بيزيد، والكمية تقل، معناه علاقة عكسية، معناه جدول طلب. عندما تكون العلاقة عكسية جدول طلب. إذا هذا الجدول، ما هو هذا الجدول؟ هذا جدول طلب. لماذا؟ لوجود علاقة عكسية بين الكمية والثمن. إذا كانت العلاقة طردية جدول عرض، وإذا كانت العلاقة عكسية جدول طلب. هنا في هذا الجدول العلاقة عكسية، السعر يرتفع والكمية تقل، معناها علاقة عكسية، معناها تقل. الآن إلى الدالة. الشكل الدالة السعرية هو Q تساوي A زائد B B. طيب ما هو حرف الA بالجدول؟ هو الكمية عند الثمن صفر. حرف الA هو الكمية عند الثمن صفر. بروح عند الثمن صفر، هذا هو الثمن صفر. كم كميته بالسطر الثاني؟ 40. إذا الثمن صفر، كم كميته في السطر الثاني؟ 40. إذا حرف الـ A كم؟ حرف الـ A هو 40. حرف الـ A هو 40. ننتقل إلى الـ B. حرف الـ B هو الميل. كيف بحسب الميل؟ بأخذ أي كميتين متتاليتين بطرحهم من بعض. يعني لو أخذت مثلا الـ 35 والـ 30، بقول 30
ناقص 35 تقسيم 20 ناقص 10 بيطلع الجواب سالب نص. طب لو أخذت كمية 35 الكمية 30 و 25 نفس الشيء بيطلع نفس الجواب. 25 ناقص 30 تقسيم 30 ناقص 20 بيطلع الجواب سالب نص. طب لو أخذت الكميتين 25 و20 نفس الجواب. 20 ناقص 25 تقسيم 40 ناقص 30 بيطلع الجواب سالب نص. يعني أنا يجب أني أخذ كميتين متتابعتين أو متتاليتين، هذا أهم شيء. طب ممكن أخذ 20 و15، بقول 15 ناقص 20 تقسيم 50 ناقص 40 بيطلع الجواب سالب نص. إذا البي كم البي؟ البي سالب. إذا بحط مكان البي، بحط مكان الاي 40 ومكان البي سالب نص، لأنه الإشارة سالب هنا طلع الجواب سالب نص، معناه هذه هي دالة الطلب. كيف عرفت أنها دالة الطلب؟ لأنه الرقم اللي مع حرف البي سالب، عندما يكون الحرف اللي مع الرقم اللي مع حرف البي سالب دالة الطلب. طب لو نرجع للشريحة اللي قبل، هذه دالة عرض. ليش دالة عرض؟ لأنه الرقم اللي مع حرف البي موجب، عندما يكون الرقم اللي مع حرف البي موجب معناه دالة عرض، وعندما يكون الرقم اللي مع حرف البي سالب معناه بيكون دالة طلب. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 6. التكليف رقم 6 أكمل الفراغات في الجدول علما بأن سعر السلعة X 1 ريال وسعر السلعة Y 2 ريال، يعني بي X 1 ريال وبي Y 2 ريال. يعني طيب المطلوب إكمال الفراغات في الجدول. الفراغات في الجدول هي الأرقام اللي باللون الأحمر وموجود تحتها خط. يعني الفراغات بالجدول هي العمود رقم 3 MUX والعمود رقم 4 MUX على BX والعمود رقم 7 MUY والعمود رقم 8 MUY تقسيم BY. هذه هي الفراغات في الجدول. نبدأ بالعمود رقم 3. كيف نعد الفراغات في الجدول؟ احنا أخذنا قاعدة، دائما عندما تكون الكمية 1 بيكون التيو اكس والاميو اكس نفس الرقم. عندما تكون الكميه 1 في العمود الاول الكميه كم؟ في العمود الاول الكميه 1. عندما تكون الكميه 1 دائما التيو اكس والاميو اكس بيكونوا نفس الرقم. معناه هنا معطينا تيو اكس 21، معناه الاميو اكس كم؟ 21. ننتقل الى الرقم 18. كيف اوجدنا؟ عن طريق القانون اللي موجود على يسار الشريحة اللي هو MU تساوي دلتا TU على دلتا Q. شو يعني دلتا TU؟ يعني TU2 ناقص TU1 على Q2 ناقص Q1. لاحظوا دائما Q2 ناقص Q1 دائما الفرق واحد، صح؟ يعني 2 ناقص 1 1، 3 ناقص 2 1، 4 ناقص 3 1، 5 ناقص 4 1، 6 ناقص 5. إذا دائما Q2 ناقص Q1 شو بيكون الجواب هون؟ المقام واحد. معناه المقام ما له تأثير، المقام لأنه دائما الفرق بين Q2 ناقص Q1 واحد. معناه إذا اللي بهمني مين؟ البسط. البسط اللي هي Q2 ناقص TU1. إذا كيف بوجد هذا العمود؟ باخذ العمود TUX بطرح الرقم الثاني من الرقم الأول. 39 ناقص 21 18، 54 ناقص 39 15، 66 ناقص 54 12، 75 ناقص 66 5، 81 ناقص 75 6. ننتقل الآن إلى العمود الرابع. كيف نوجد العمود الرابع؟ نقسم العمود رقم 3 ميو إكس على سعره على بي إكس. بي إكس كم معطاه بالسؤال؟ بي اكس معطاه بالسؤال 1 ريال، معناه اقسم العمود الثالث على 1 اللي هو بي اكس. 21 على 1 21، 18 على 1
18 15 على 1 15 12 على 1 12 9 على 1 9 6 على 1 6. ليش قسمت على 1؟ لأنه بي اكس معطيني بالسؤال 1 ريال، لأنه معطيني بالسؤال بي اكس سعر السلعة اكس 1 ريال. والقانون هو عبارة عن ايش؟ ام يو اكس، ام يو اكس يعني العمود الثالث، بقسمه على مين؟ على بي اكس اللي هو بي اكس 1. يعني بقسم العمود رقم 3 على السعر السلعة اكس، سعر السلعة اكس 1 معناها بيطلع نفس الشيء، لأنه أي شيء بقسمه على 1 بيطلع نفس الجواب. ننتقل الآن إلى العمود رقم 7 ميو واي. كيف بوجده؟ احنا قلنا عندما تكون الكمية 1، دائما هذا قانون أو قاعدة، عندما تكون الكمية 1 بيكون التي يو واي والام يو واي نفس الرقم. إذا هنا التي يو واي كم معطيني بالسؤال؟ معناه الام يو واي نفس الشيء 132. إذا دائما عند الكمية 1 التي يو واي والام يو واي بيكونوا نفس الرقم. معناه هو اعطاني بالسؤال 132، معناه هذا 132. ننتقل الى بقيه الارقام زي ما عملنا هنا، بطرح الثاني من الاول. 108 يعني تي يو 2 ناقص تي يو 1. 168 ناقص 132 36. 200 ناقص 168 32. 228 ناقص 228. 252 ناقص 228 24. 272 ناقص 252 بطلع الجواب 20. ننتقل إلى العمود الثامن الأخير. كيف نوجده؟ بنفس الطريقة، نقسم عمود الـ MUY على سعر BY. بس BY كم معطاه بالسؤال؟ BY معطاه 2 ريال، صح؟ هيها موجودة في أعلى السؤال. الـ BY كم؟ 2 ريال. معناه نقسم هذا العمود، هذا العمود نقسمه على 2 ريال اللي هو BY. إذا 132 تقسيم 2، 132 تقسيم 2 66، 36 تقسيم 2 18، 32 تقسيم 2 16، 28 تقسيم 2 14، 24 تقسيم 2 12، 20 تقسيم 2 10. طب لماذا قسمنا على 2؟ لأنه هو معطيني بالسؤال بي واي 2. هنا لماذا قسمنا على 1 هنا؟ لأنه معطيني بالسؤال أنه بي اكس 1. ننتقل الآن إلى المطلوب باء. المطلوب باء ما هو شرط توازن المستهلك في حالة استهلاك سلعة واحدة؟ ما هو شرط توازن المستهلك في حالة استهلاك سلعة واحدة؟ هذا هو الشرط في حالة سلعة واحدة. منفعة الريال الواحد تساوي المنفعة الحدية للسلعة تقسيم، هاي إشارة تقسيم. هذه هي إشارة تقسيم، تقسيم ثمن السلعة. إذا ما هو شرط التوازن في حالة سلعة واحدة؟ منفعة الريال الواحد يساوي المنفعة الحدية للسلعة تقسيم ثمن السلعة. طب إذا بدك اكتبها بالرموز B. طيب المطلوب رقم G، ما هو شرط التوازن في حالة سلعتين X و Y؟ ما هو شرط التوازن في حالة سلعتين؟ هذا هو MUX تقسيم BX يساوي MUY تقسيم BY. هذول لازم نحفظهم، هذه قوانين يجب حفظها. إذا هذا هو شرط التوازن في حالة سلعتين. طيب السؤال الثالث، ما هي معادلة قيد الميزانية أو معادلة خط الدخل؟ معادلة قيد الميزانية أو معادلة خط الدخل هذه هي I تساوي BX في X زائد BY في Y. ننتقل إلى المطلوب رقم H، ما هو شرط توازن المستهلك باستخدام منحنيات السواء؟ هذا هنا الشرط باستخدام ايش؟ يختلف عن الشرط الاول والثاني، لانه هنا باستخدام ايش؟ منحنيات السواء. ام ار اس للاكس واي يساوي دلتا واي على دلتا اكس، ويساوي ام يو اكس على ام يو واي، ويساوي بي اكس على بي واي. هذا شرط التوازن
نعم ممكن نضع هنا، هنا ممكن نضع أمام الدلتا واي إشارة سالب أو نأخذها قيمة مطلقة. نعم هنا ممكن نضع أمام الدلتا واي إشارة السالب، نعم اللي نأخذها قيمة مطلقة يعني، أو نأخذها قيمة زي ما أخذنا بالسابق. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 7. إذا كانت المنفعة الكلية تيو من استهلاك كوب من القهوة 21، يعني إذا شربنا كوب من القهوة قديش منفعتنا؟ 21. طب إذا شربنا كوبين من القهوة قديش منفعتنا؟ 39. إذا هذه المنفعة الأولى وهذه المنفعة الثانية، صح؟ إذا بنشرب كوب من القهوة، كوب واحد من القهوة منفعتنا 21، إذا بنستهلك كوبين من القهوة منفعتنا 39، معناه 21 هي المنفعة الأولى TU1، والتسعة وثلاثين هي المنفعة الكلية الثانية TU2. معناه نطبق القانون MU تساوي دلتا TU على دلتا ناقص TU1 على Q2 ناقص Q1. TU2 ما هي TU2؟ 39. ما هي TU1؟ 21. إذا 39 ناقص 21 تقسيم الكوب الثاني ناقص الكوب الأول، إذا بطلع الجواب 18. إذا كمان مرة، المنفعة الكلية الثانية 39 ناقص المنفعة الكلية الأولى 21 تقسيم الكوب الثاني ناقص الكوب الأول، بطلع الجواب 18. ننتقل الآن إلى التكليف رقم 8 وهو أكمل الفراغات في الجدول، علما بأن هذا الجدول يمثل الإنتاج في الأجل القصير. المطلوب إكمال الفراغات في الجدول. ما هي الفراغات في الجدول؟ الفراغات في الجدول هي العمود الأول اللي هو رأس المال، والعمود الرابع اللي هو الإنتاج الحدي، والعمود الخامس اللي هو الإنتاج المتوسط. طيب نبدأ بالعمود رقم 1. معطينا في العمود رقم 1 5 بالأسود. بالعمود رقم 1 رأس المال معطينا الرقم 5 اللي لونه أسود، هذا معطى بالسؤال. طيب الآن احنا أخذنا دائما قاعدة في الأجل القصير، دائما رأس المال والأرض بيكونوا ثابتات. دائما في الأجل القصير الأرض ورأس المال بيكونوا ثابتات. إذا معناه هنا هذا العمود 5 كامل. لماذا؟ لأنه أعطانا في العمود رقم 5، معناه كل العمود نفس الرقم اللي هو 5، لأنه رأس المال دائما بيكون ثابت في الأجل القصير. ننتقل الآن إلى الإنتاج الحدي. كيف نتجد الإنتاج الحدي؟ عن طريق القانون اللي موجود على يسار الشريحة، MBL تساوي دلتا Q على دلتا L وتساوي Q2 ناقص Q1 على L2 ناقص L1. لاحظوا دائما L2 ناقص L1 بيكون دائما الناتج واحد، يعني ناقص واحد واحد، ثلاثة ناقص اثنين. إذا دائما L2 ناقص L1 شو بتكون؟ واحد. معناه ما إلها تأثير، لأنه أي شيء بنقسمه على واحد نفسه. معناه مين اللي بهمنا؟ البسط اللي هو Q2 ناقص Q1. إذا بذهب إلى عمود رقم 3 عمود الكيو، بقول كيو 2 ناقص كيو 1 50 ناقص 0 50، 120 ناقص 50 70، 180 ناقص 120 60، يعني كيو 2 ناقص كيو 1 220 ناقص 180 40، 250 ناقص 220 30، 270 ناقص 250 20، 280 ناقص 270 10، 280 ناقص 280 0، 270 ناقص 280 سالب 10. يعني كيف أوجد MBL؟ كيف أوجد العمود الرابع الإنتاج الحدي؟ من خلال العمود رقم 3 الإنتاج الكلي.
بطرح القيمة الثانية الكمية الثانية من الكمية الأولى Q2 ناقص Q1. ننتقل الآن إلى العمود رقم 5 الإنتاج المتوسط AB. كيف نجد الإنتاج المتوسط العمود رقم 5؟ نعوض في القانون الموجود على يسار الشريحة ABL يساوي Q على L. Q هي العمود رقم 3 صح؟ Q هي العمود رقم 3 والL هي العمود رقم 2. إذن كيف أوجد الإنتاج المتوسط؟ كيف أجد الإنتاج المتوسط؟ بقسم العمود رقم 3 على العمود رقم 2. 50 تقسيم 1 50، 120 تقسيم 2 60، 180 تقسيم 3 60، 220 تقسيم 4 55، 250 تقسيم 5 50، 270 تقسيم 6 45، 280 تقسيم 7 40، 280 تقسيم 8 35، 270 تقسيم 9 3. ننتقل إلى التكليف رقم 9. التكليف رقم 9 بدون جدول. إذا زاد عدد العمال من 6 إلى 7 عمال، معناه 6 هي L1 و7 هي L2. إذا زاد عدد العمال من 6 إلى 7 معناه L1 هي 6 وL2 هي 7، وزاد الإنتاج الكلي من 270 إلى 300 طن معناه Q1 270 وQ2 300. احسب الناتج الحدي للعامل السابق. أطبق القانون، هو طالب الناتج الحدي صح؟ طالب الناتج الحدي. بطبق أي قانون؟ قانون الناتج الحدي. MBL تساوي دلتا Q على دلتا L وتساوي Q2 ناقص Q1 على L2 ناقص L1. Q2 300 موجودة في السؤال ناقص Q1 270 تقسيم L2 7 ناقص L1 6 تطلع الجواب 30. تعويض مباشر في القانون، عملية تعويض مباشر في القانون. 300 ناقص 270 تقسيم 7 ناقص 6 بطلع الجواب 30. ننتقل إلى التكليف رقم 10. إذا كان عدد العمال المستخدمين 9 عمال، يعني ال كم؟ 9، والإنتاج الكلي 360 طن. احسب الناتج المتوسط. إذا هو طالب مين هنا؟ طالب الناتج المتوسط، معناه بطبق قانون الناتج المتوسط. لما يطلب الناتج الحدي، لما يطلب الناتج الحدي بطبق قانون الناتج الحدي، لما يطلب الناتج المتوسط بطبق قانون الناتج المتوسط. ما هو قانون الناتج المتوسط؟ ABL تساوي Q على L. كم الQ معطيني إياها؟ الQ 360 والL كم؟ 9. 360 تقسيم 9 بطلع الجواب 40. نكتفي بهذا القدر، وسوف نكمل المراجعة يوم غد إن شاء الله. سوف أتيح المجال. هل هناك أسئلة؟ سوف نكمل إن شاء الله حل التكليفات يوم غد. غدا إن شاء الله الساعة 4:30 نكمل المراجعة، وغدا رح يكون آخر لقاء. نعم القوانين، مطلوب حفظ القوانين، لأنه لا تستطيع الحل، لا تستطيع أن تحل إذا ما كنت حافظ القوانين. يجب حفظ القوانين. لا، دالة الطلب تختلف عن دالة العرض. دالة الطلب بتكون قلنا علاقة عكسية، بينما دالة العرض بتكون علاقة طردية. بس إذا بدنا نوجد ثمن التوازن وسعر التوازن، شو لازم نعمل؟ لازم نساوي دالة الطلب مع دالة العرض حتى نوجد ثمن التوازن. نعم ممكن يجي في الاختبار جداول، ممكن يجي، احنا في عنا طريقتين،
يعني إذا بتلاحظوا هنا مثلا نأخذ هذا المثال، هذا المثال أول شيء حليناه بجدول صح؟ والتكليف 8 بجدول، والتكليف 9 و10 بدون جدول، ممكن يجي بجدول وممكن يجي مثال بدون جدول. نعم التكاليف وضعتها بالمنتدى، وغدا إن شاء الله رح أضع حل التكاليف أيضا بالمنتدى، رح أضع حل التكاليف في المنتدى أيضا. تقريبا القوانين كلها موجودة في التكليفات الذاتية، يعني القوانين كلها ملخصة ضمن التكليفات، مسائل التكليفات الذاتية، واضح؟ يعني بإمكانك تحصر عدد القوانين من خلال مسائل التكليفات الذاتية، معظم القوانين موجودة في المسائل التكليفات الذاتية. في بعض الطلبة عندهم غدا اختبار، احنا الان خلصنا المقرر، احنا نعمل مراجعة، يعني هاي يعني لقاءات اضافية وليست لقاءات اساسية، ما اقوم به الان هو مراجعة، هي لقاءات اضافية، وبالتالي الذي عنده اختبار غدا يستطيع ان يشاهد اللقاء ضمن المحاضرات المنتهية، يعني ليس ضروري انه يحضر اللقاء، ممكن يشاهده ضمن المحاضرات المنتهية في اي وقت، لانه هذه مراجعة وليست يعني لقاءات إضافية، هذه وليست لقاءات أساسية. فبالتالي أي طالب أو طالبة عندهم التزام غدا أو اختبار غدا يستطيع أنه ما يحضر اللقاء الحي، وإنما يستطيع أنه يشاهده ضمن اللقاءات أو المحاضرات المنتهية في أي وقت يشاء. احنا قلنا ممكن يجي في الاختبار جداول أو ممكن بدون جداول. نعم هذا الملف راح انزله في منتدى المقرر، ملف المحلول راح انزله غدا في منتدى المقرر ان شاء الله. احنا جاوبنا اللي عنده اختبار، جاوبنا اللي عنده اختبار يستطيع انه ما يحضر اللقاء الحي ويشاهده باي وقت ضمن المحاضرات المنتهية. إذا الأسئلة تتكرر الآن، الرسمات غدا، غدا إن شاء الله بالرسمات بنأخذ مراجعة كيفية ممكن تأتي الأسئلة أو طريقة الأسئلة في الرسم غدا إن شاء الله. الاختبار 40 سؤال، نعم الاختبار 40 سؤال اختياري. في الرسم لا يطلب من الطالب يرسم، الرسم بيكون موجود في الاختبار، بس هناك أسئلة على الرسم. غدا راح نقول كيف تكون طريقة الأسئلة على الرسم. نكتفي بهذا القدر، نلتقي غدا إن شاء الله الساعة 4:30 لمن ليس عنده اختبار، اللي عنده اختبار يذهب يقدم الاختبار ويشاهد اللقاء ضمن المحاضرات المنتهية في أي وقت. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.